افتح الشنطه يا درج. لا يا عامر مو بكذا، غير صوتك. افتح الشنطه يا كفته يا حبيبي. يلا نزلوا الاغراض انتم. انا والله ما فيني حيل، عندك الشغاله تروح تنزل الاغراض. اوكي ماما. السلام عليكم. مساء الخير، وين بيان؟ يلا حيهم، تفضلوا تفضلوا، بيان داخل. يلا حيهم. مين أم صالح؟ أنا. بيعطيك ألف عافية، أكلك أمس مرة يجنن. الله يعافيك رب، إن شاء الله ويسلمس. من اللي معش؟ إي صح، بعرفكم، أنا بيان وهذه بنت خالتي لينا، والحفلة اليوم بمناسبة تخرجها. يا لبيه يا لينا، ألف مبروك يا قلبي والله. الله يعافيك يا خالتي ويبارك فيك. أم صالح وعرفناها، من اللي معها؟ صالح، صالحة. وانا عامرة. عامرة؟ ايه عامرة، عندك مشكلة؟ لا ابد، دهشت الاسامي. انا ميري. هذه شغالتنا. انا ميري. عشت الاسامي ميري. المهم الله الله. عيب عيب يا بنت، ما تستحين. وش فيك؟ بسم الله عليك، بسألها بس على المانيكير. الشعر وين مسويته؟ في الحلاق. حلو صح؟ يسويته بمشغل مو حلاق. بعدين اعطيك الكرت حقهم. المهم يا بنات، ابيكم تبيضون وجهي قدام الضيوف، ابي الاكل ولا اروع. ان شاء الله مدام، ساعة 9 اكل جاهز. 9 مين يا ميري؟ هذاك اول، حنا عشانه ما ينزل الا بعد الساعه 12. 12 بدري، خلوها الساعه 6 الصبح، ما ورانا شيء. ودنا والله. ترى الافتر بارتي له حساب الحال. لا ما يوقع افتر بارتي، احنا اتفاق عشاء سوي عشاء. يلا روحوا مدام. اوكي يعطيكم العافيه. طبقوا هذولي مع بعض، قالوا يعطيك العافيه. يلا يلا روح جيب الاغراض بسرعه. يلا انت خليك هنا، روح جيب الاغراض.